بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس إن شاء الله راح أحل المثال أو التمرين السابق اللي أعطيتك إياه في نهاية الدرس السابق، وهو التمرين اللي يقول لك write a program that reads n integers n is input and prints them in reverse. طبعا أنا قلت لك 5 أرقام، لكن هنا عدلنا شوي. يقول لك اكتب برنامج يقرأ لك عدد من الأرقام الانتجرز n، والn هذه مدخلة من المستخدم. مثلا لو المستخدم دخل 10 يقرأ لك 10 أرقام، لو المستخدم دخل 100 يقرأ لك 100 رقم، ثم بعد كذا يطبع الأرقام هذه بالعكس. زين، يعني لو دخل لك مثلا المستخدم 1 2، قال لك المستخدم 3 أرقام ودخل لك 1 2 3، فهنا برنامج يطبع لك 3 2 1. لو مثلا المستخدم دخل لك 5 أرقام وقال لك 1 3 5 7 9 أو 4 أرقام، فإنك تطبعها بالمقلوب 9 7 5 3 1، هذه 5 أرقام فعليا. زين، فهذا هو المطلوب. أرجو أنك تحاول تحل البرنامج، برنامج مهم جدا. حتى لو عجزت حاول، يعني على الأقل اجلس ربع ثلث ساعة فكر، خذ لك ورقة حاول تحل. مهم جدا أنك تفكر بهذه، لأن يعني في أفكار هنا يعني جديدة في الري شوي، ولو ما هو صعب. يعني أتوقع يمكن عدد كبير من اللي يشاهدون الفيديو هذا راح يتمكنون من حله بدون ما يشوفون الفيديو هذا أو قبل ما يشوفون الفيديو هذا. ممكن يرجعوا الفيديو حتى يتأكدون من حلهم صحيح. طيب إذا نوقف الفيديو إذا ما كنت حاول، تحاول الآن ثم رجع الفيديو. طيب خلينا نشوف الآن. في ملاحظة هنا مهمة جدا. أول شيء، أفرض أنه جاك السؤال هذا بشكل عام، يعني الحين احنا ندرس الاري وعارفين بنحله بالاري، لكن بشكل عام لو جاك السؤال هذا، ليش السؤال هذا راح تلجأ للاريز او المصفوفات عشان تحله؟ يعني ليش مثلا افرض ان السؤال قال لك برنامج يقرا عدد من الارقام وبعد كذا يطبع لك شو اسمه، يطبع لك الارقام هذه اللي قراها. زين، هل تحتاج مصفوفه؟ مثلا برنامج يقرا لك مثلا 10 ارقام ثم يطبع الارقام هذه، هل تحتاج مصفوفه ولا لا؟ لا طبعا ما تحتاج مصفوفة. بكل بساطة ممكن انك تحطها في فور لوب. زين، فور لوب تقرأ كل رقم ثم تطبعه مباشرة بدون ما تحتاج انك تخزنه في مصفوفة ولا اي شيء. مضبوط، اذا كنت تبغى الطباعة بالتتابع، يعني نفس ما دخلت ارقام تطبعها، يعني دخل لك 1 2 3 تطبع 1 2 3. لكن البرنامج هذا، هنا الفكرة المهمة، انه برنامج يبغاك تطبع بالعكس. فلذلك لازم انت اول شيء لازم تقرأ كل الارقام اللي عندك. زين، بعد كذا تبدأ الطباعة مبتدئا بآخر رقم. فإذا طيب الرقم الأول اللي دخلته والثاني والثالث شو صار عليهم؟ إذا لازم تحتفظ بالأرقام اللي دخلتها. زين، ثم بعد كذا تطبعها بالعكس. إذا الشيء الأول، إذا من الأشياء المهمة هنا، الملاحظات المهمة في البرنامج، واحد إن نحتاج تخزين زين عدد شو اسمه من القيم. زين، عدد كبير من عدد من القيم، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني إن لا نعلم كم قيمة نحتاج تخزينها. يعني ليه، وش أقصد هنا بالكلام هذا؟ حتى وقت تنفيذ البرنامج، حتى وقت تنفيذ البرنامج، وش أقصد أنا بالكلام هذا؟ أقصد بالكلام هذا أنه اليوزر هو اللي راح يعطيك كم عدد راح يدخله. يعني لما تنفذ البرنامج راح تعرف أنه اليوزر راح يعطيك 10 أعداد أو 20 عدد على حسب الإن اللي يدخلها لك اليوزر. أول شيء اليوزر يدخل لك عدد الأعداد، ثم بعد كذا يدخل لك الأعداد نفسها. فإذا نحتاج تخزين عدد كبير من القيم. زين، ممكن واحد يقول لك والله أنا أبغى أستخدم variables، ما يحتاج أريز، أعرف لي variables. طيب اوكي، ما في مشكله. صحيح الفاريبلز فعلا يعني هي اول وسيله تعرفنا عليها لتخزين قيم في الذاكره، لكن كم فاريبل راح تعرف؟ ما ندري كم فاريبل، لانه ما ندري الين انه ننفذ البرنامج كم فاريبل نحتاج. ممكن يقول لي 20 عدد. طيب اذا نحتاج 20 فاريبل، زين 30 عدد، احتاج 30 فاريبل، ما نعرف. اذا هنا نلجا للاري. الاري تفيد من فائدتها، من فوائدها الاري في الجافا انها يعني فيها مرونه، هذه ان نقدر في الرن تايم، اثناء الرن تايم، اثناء تنفيذ البرنامج، نحجز اي عدد نبغاه. طبعا ما يتغير العدد هذا، ونس انك تحجز، اول ما تحجز الاري خلاص ما عاد تقدر تغير حجمها، لكن عندك مرونه تقدر تحجز اي حجم. زين، فاذا
إذن هذه هذول السببين الرئيسيات اللي خلينا نستدعي أننا نحجز array. أرجو أنك فهمت ليش حنا راح نستخدم array هنا. هذا شيء مهم جدا قبل ما نشوف كيف نستخدم array، ليش أصلا نستخدم الarray. طيب ننتقل الآن للحل، خلينا نشوف الحل. ومرة ثانية أرجو على الأقل الآن إذا ما كنت حاولت حاول مرة ثانية وأرجع. طيب خلينا نشوف الحل عندنا. هذا طبعا انا راح اوريك حلين للبرنامج، زين، طريقتين لحل البرنامج. هذه الطريقه الاولى. طيب قبل ما نشرح الطريقه خلينا نفترض ان عندنا array فيها ثلاث عناصر. هذه array، زين، اسمها نمز وفيها ثلاث عناصر، زين، هذا العنصر وهذا عنصر، او خلها اربعه مثلا، زين، هذا العنصر صفر، هذا اندكس واحد، اندكس اثنين، اندكس ثلاثة. طيب الأري هذه وش تقول لنا؟ طبعا دائما أي أري عندها شيء اسمه length، length هنا أربعة، مضبوط. طيب الجواب هذا وش يبغانا نسوي؟ طبعا احنا واضحة جدا اننا نبغى نخزن العناصر في الأري، ونفرض ان الأري فيها مثلا الأعداد واحد خمسة اثنين أربعة، زين، واضح، يعني نبغى نطبعهم بالمقلوب، نبغى بحيث نبغى يطلع لنا الطباعة 4 2 5 1، هذا اللي نبغى. نبغى نمشي على الاري بالمقلوب، زين، اذا ناخذ العنصر هذا، بعد كذا العنصر هذا، بعد كذا العنصر هذا، واخيرا العنصر هذا، زين، نطبع كل عنصر. اذا عمليه الطباعه سهله، سيستم اوت برنتلن، زين، لكن السؤال كيف هاو تو اكسس العنصر، كيف انك تقرا العنصر اللي تبغاه، زين. الطريقة الأولى للحل راح نستخدم أو نتلاعب بالكاونتر حق اللوب، مضبوط. الكاونتر حق اللوب هو اللي راح نستخدمه حتى أننا، وش قلنا هنا؟ قلنا ابدأ من الكاونتر يساوي length ناقص واحد. كم length عندنا؟ أربعة. ابدأ من الكاونتر ثلاثة، خلينا نحط الكاونتر هنا i، ابدأ من الكاونتر بثلاثة، زين. ليش جبنا ثلاثة؟ لأنه هنا هذا قيمة، هذه أربعة، أربعة ناقص واحد تعطينا ثلاثة، إذن الآي هنا ثلاثة، زين، إذن الآي ثلاثة، وزي ما قلنا شطب خلاص انتهينا، الحين بدينا من الآي بثلاثة، مضبوط. الآن ابد من هنا، هل الآي أكبر من أو تساوي صفر؟ واضح جدا الفكرة، إحنا نبي نبدأ من ثلاثة ثم ننقص، زين، آي ناقص الاثنين ثم ننقص الواحد ثم ننقص الصفر، مضبوط. طالما أنه إذا وصلنا الصفر إذا وصلنا ناقص واحد نوقف، زين. فإذا راح نجي هنا نقول له هل الآي أكبر من أو تساوي صفر؟ أول مرة طبعا الآي بثلاثة، الشرط متحقق، زين. نجي هنا نقول نمز أوف آي اللي هي نمز أوف ثلاثة، وين نمز أوف ثلاثة؟ اللي هي هذه، راح يطبع لنا العنصر العنصر الرابع، زين، اللي هو الإندكس حقه ثلاثة، راح يطبع لنا الأربعة هنا، زين. بعد كذا نرجع مرة ثانية ننقص الآي بواحد، الآن الآي بدل ما هي ثلاثة راح يكون قيمة الآي الآن باثنين، زين، فنجي نضع هنا قيمة اثنين بالآي، ثم بعد كذا نجي هل الآي أكبر منه يساوي صفر؟ نعم، إذا نروح هنا نطبع نمز أوف آي اللي هي نمز أوف اثنين، زين، اللي هي هذه، زين، إذا راح نطبع العنصر هذا، احنا طبعنا هذا وخلصنا خلاص، الآن راح نطبع العنصر هذا، مضبوط، وقيمته اثنين، فراح نطبع القيمة اثنين، فطبعنا القيمة اثنين. بعد كذا ننقص الآي بواحد، فتطلع لنا الآي هنا عندنا بواحد، تطبع الآي بواحد، تطلع الآي بواحد هنا. هل الآي أكبر من أو تساوي الصفر؟ نعم، أكبر من أو تساوي الصفر، زين، إذا راح هنا عطنا نمز أوف آي اللي هي نمز أوف واحد، أطبعها، نمز أوف واحد اللي هي هذه، زين، مضبوط. فروح نطبع القيمة الخامسة هنا، ثم ننقص الآي بواحد، فتطلع لنا الآي صفر هنا، فنضع القيمة صفر، زين، نقصنا الآي بواحد زي ما هو موجود عندك هنا. ثم بعد كذا نجي هل الآي أكبر من أو تساوي الصفر؟ نعم، الآي أكبر من أو تساوي الصفر، ما زلنا الآي بواحد، فنجي عفوا الآي بصفر، زين، فهي تساوي الصفر، فنجي للنمز أوف صفر، زين، والنمز في صفر اللي هي هذه، زين، فنطبع اللي موجود هنا اللي هو القيمة واحد، وبعد كذا ننقص الآي بواحد، كم تطلع لنا الآي الآن؟ تطلع لنا الآي الآن بناقص واحد، فنجي نكتب هنا الآي ناقص واحد. هل الناقص واحد أكبر منه يساوي صفر؟ لا، ليس أكبر منه يساوي صفر، فإذا
نوقف وخلاص وانتهينا من عملية الطباعة. أرجو أن يكون الفكرة واضحة هنا. طيب انتهينا من الفكرة الأولى، الآن خلينا نشوف الفكرة الثانية. طيب الفكرة الثانية هنا تقول لك الكلام التالي. الفكرة الثانية هنا ما راح نتلاعب، راح نخلي اللوب زي ما هي عليه، تبدأ من الصفر حتى أصغر من اللينكث وآي بلس بلس، لكن هنا راح نتلاعب بالإندكس نفسه. زين، الإندكس هنا كل مرة راح نحسبه. زين، فكيف الفكرة هنا؟ ونفرض أن عندنا هذه هي الأري من 0 إلى 4، هذه الأري وعناصرها، قلنا الواحد، نسيت الأرقام لكن مين مشكلة نحط أي أرقام، 1 4 3 2. فراح نجي هنا، خلينا نشوف أول شيء نبدأ الآي بصفر، مضبوط؟ فالآي عندنا هذه الآي بصفر. زين، هل الصفر أصغر من اللينكث؟ نعم أصغر، زي ما عندنا هنا. نجي الآن للإندكس هنا، الإندكس وش يقول لك؟ يقول لك عطني نمز لينكث، الطول، والطول هنا طول الأري 4. زين، فيقول لك عطني النمز لينكث، مضبوط، ناقصا I اللي هي الصفر، فأربعة ناقص صفر بأربعة، ناقصا 1 اللي هي 3. طبعا زي ما قلنا هنا 3 2 1 0، هذه هي الانديسيز، مضبوط. فإذا هنا راح يطلع لنا 4 ناقص 0 ناقص 1، فتطلع لنا هنا 3. فإذا ندخل على نمز في 3، مضبوط. وين نمز في 3؟ اللي هي هذه، واضح. وراح نطبعها، ثم الآن نزيد الآي بواحد، فتطلع لنا الآي هنا 1. زين، فهذه الآي قيمتها الآن 1، مضبوط. الآن نجي، هل وصلنا اللينكث حق الآي؟ لا ما وصلنا. إذا لما نجي هنا نحسب مرة ثانية، نقول اللينكث حق الأري اللي هو 4 ناقص الآي اللي هي 1، 4 ناقص 1 3 ناقص 1 2. فإذا هنا نمز أوف 2، نمز أوف 2. زين، نمز أوف 2 اللي هو هذا، وراح يطبع لنا القيمة اللي هنا. طبعا راح يطبع لنا شيء 2، بعدين يطبع لنا 3 اللي هي القيمة هذه. زين، بعد كذا نزيد الآي بواحد، فتطلع لنا قيمة الآي الجديدة ب 2. زين، فنضع هنا القيمة 2. ثم مرة ثانية نجي هنا الإندكس، كم الإندكس؟ قيمته هي 2، اللينكث 4 ناقص 2 2 ناقص 1 بواحد، فتطلع لنا القيمة اللي هنا 1. زين، فنمز أوف 1 ونمز أوف 1 اللي هي هذه، وهكذا نستمر في العملية، نطبع الأربعة ثم نطبع الواحد ثم ننتهي. زين، إذن هنا استخدمنا اللوب فقط حتى أننا كعداد للعناصر، لكن لما جينا الإندكس هنا قلبنا الإندكس. لما جينا نحسب الإندكس ما حسبنا الإندكس بالطريقة التقليدية بالآي، وإنما حطينا معادلة نحسب فيها الإندكس. الآن أنت مهمتك أنك إذا بغيت تستخدم الطريقة اللي زي هذه وليس الطريقة السابقة، أنك توجد المعادلة هذه. فكر في البرنامج بشكل جيد، حاول تحل البرنامج، وإذا تبغى الحل للبرنامج كاملا فهذا هو الحل كاملا. يقرأ لي هنا، يقرأ لي مجموعة هنا، قرينا كم حجم الأري وسوينا الأري، بعد كذا هنا قرينا عناصر الأري نفسها، بعد كذا هنا طريقة الطباعة بالطريقة الأولى، ثم طريقة الطباعة بالطريقة الثانية. زين، حطيت كل الطريقتين مع بعض، فممكن تكتب البرنامج هذا وتجربه، وأتمنى أنك تكون فهمته.